غثائيه. وصفه اليوم عباره عن كيكه ثلاثه ديال الطبقات بسبعه المعالق. نحتاجوا في مقادير. بالنسبه للمقادير ديال اول طبقه واللي هي الكيك، غادي نحتاجوا فيها ثلاثه ديال البيضات، سبعه المعالق من الحليب، سبعه المعالق من الزيت، سبعه المعالق من الطحين، سبعه المعالق من السكر سنيده، وغنحتاجوا كيس من بودره الكاكاو ديال 7 غرام او معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو، وغنحتاجوا كيس من خميره الحلويات ديال 8 غرام. كناخذوا في بول كنديروا فيه البيض. البيض خاصو يكون بدرجه حراره الغرفه، كنطربوه شي شويه. غادي نزيدو عليه 7 ديال المعالق من السكر سنيده، 7 المعالق كبار بطبيعه الحال. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 نديرو على جنب ونخلطو. كنبقاو نخلطو حتى كنحسو بداك السكر راه داب. موراها كنزيدو 7 ديال المعالق من الحليب، 1 2 3 4 5 6 7، وغادي نزيدو نفس الوقت الزيت حتى هي 7 ديال المعالق، 1 2 3 4 5 6 7 ونخلطو. هنا لو مبغيتوش ديرو الحليب ممكن ديرو القهوة حتى هي 7 ديال المعالق، تجي فيها نكهة زوينة. هنايا من بعد ما كيتخلط غادي نزيدو طحين، 7 ديال المعالق من الدقيق، والخمارة والكاكاو، 1 2 3 4 5 6 7 وكنخلطو غير شويه. عاد نزيدو قبل ما نكملو الدخول غادي نزيدو بودرة الكاكاو. مع الخمارة. كنجينا نخلط بهذا الشكل هذا. كناخذو مول، بالاحسن تاخذو هذا اللي كيتحل من الجن، وكنديرو فيه شويه ديال الزبده مرشوش بالدقيق كما العاده، وكنكبو فيه الخليط ديال الكيك. كنسخنو الفران من قبل، خاصو يكون سخون مزيان، وكنديرو على درجه حراره 180، كياخذ لينا تقريبا 21 دقيقه باش كينجد. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجو فيها 50 غرام من السكر سنيده، السترو ديال الحليب، جوج اكياس من الفلون كل وحده عندنا فيها 65 غرام، 200 غرام من القشده الطريه اولا جوج ديال العلب من الياغورت الطبيعي، 150 غرام من البسكوي. انا اختاريت هذا النوع هذا، تقريبا 5 ديال البسكوي. وغنحتاجو معلقه كبيره من بودره الكاكاو تقريبا 25 غرام هنايا، وغادي نحتاجو كيس من قهوه سريعه الذوبان تقريبا واحد معلقه كبيره. الكاسرونة كنديرو فيها الحليب مع السكر مع
تقريبا غادي نديرو 50 غرام، وعادي 2 معالق كبار، وغادي نديرو بودرة الكاكاو المر، وغادي نكبو الفلون، فلون الشكلاط. ممكن نديرو نكهة الكراميل، غنزيدو قهوة سريعة الذوبان، غنخلطو هادشي كلو مع بعضياتو، وغادي نديرو على عافية مهيلة حتى كيغلى، يعني بحال لي كنصاوبو الفلون عادي. بعد ما كطيب لينا الكيكة كنخليوها حتى كتبرد، كناخدو نص كاس من الحليب ولا القهوة ولا عصير برتقال ولا اللي عندكم، تناخدو كنسقيوها بها باش كتجي رطبة، وكنخليوها حتى كتشرب، هي كما كتشوفو كتشرب دغيا دغيا بلا ما كتوجد لنا الكريمة. بعد ما كيوجد لينا الفلون كيكون بهذا الشكل هذا، كنبقاو نحركو فيه حتى كيغلى. كناخدو داك البسكويت وكنكبو عليه وهو باقي سخون، زعما من فوق العافية كنحطو باش كنكبو فيه هاد البسكويت هذا باش دغيا يدوب وينسجم مع باقي العناصر. صافي كنبداو نضغطو عليه بهذا الشكل باش يدوب ويتخلط معاه، وما خصناش من نحبسو من التحرك، الا حبستو من التحرك ومع دابا الجو بارد راه غيجمد ليكم الفلون، هادو كونوا متاكدين منها. كنبقاو نضربو فيها حتى كتدفى وكتبرد، وكنحسو بداك البسكوي راه داب. بغيتو طحنوها في مولينكس طحنوها، عندكم داك الطحانه اليدويه طحنو فيها، عندكم الاختيار. بغيتو تبقاو تطربو حالك غير بالفوي ولا بالطراب الكهربائي، عندكم الاختيار. صافي كنضربوها حتى كتبرد شي شويه، يعني كتدفى ماشي غتبرد كاع، وغادي نزيدو عليها القشده الطريه شويه بشويه وحنا كنطربو. بعد ما كطرب لينا مزيان غادي نجيبو الكيكه باش نكبو عليها هاد الكريمه. كنكبو الكريمه وغناخدو نبقاو شي شويه، كنضربوها باش كنحيدو داك الهواء اللي تكون لداخل، هادي واحد وجوج باش يتقاد لينا الوجه. صافي كندخلوها للثلاجه تقريبا واحد نص ساعه حتى ساعه حتى كيجمد لينا هاد الوجه هذا. بطبيعه الحال غطيو المول باش ما تشرب لكم الشريحه اللي عندكم، داكشي اللي عندكم في الثلاجه ما تشربهاش لكم الحلوه، وكنخليوها واحد تقريبا واحد الساعه حتى كنحسوا بهذا الوجه هذا راه قصح وشد راسو مزيان، عاد باش كنوجدوا الطبقه الاخيره باش ما تعواش لينا. بالنسبه للطبقه الثالثه غادي نحتاجوا فيها 50 غرام من بودره الكاكاو، 250 مليلتر من القهوه، قهوه عاديه خليتها غليت الماء ودرت فيها قهوه مطحونه وخليتها كتغلى شويه وخليتها بردت وخليت دابا غنخدم بها، 2 اكياس من الفلون ديال الشوكولا، و 125 غرام من الشوكولاط الاسود. كاسرونه غنديرو فيها القهوه، بودره الكاكاو، نمر، الفلون. نكبو الفلون
نخلطوا هادشي كله مع بعضياته حتى كيذوب بودره الكاكاو الصوم مع القهوه، وكنردوا عليه عافيه مهيله حتى كيغلى. ملي كيغلى كنزيدوا عليه الشكلاط، كندوبوا غير بالحراره ديالو، حنا كنحركوا حتى كيذوب الشكلاط. بعد ما كيتخلط مزيان وكيذوب الشكلاط كنكبوه فوق منه. من ما كنديروا الطبقه الاخيره كنديروه في الثلاجه، كنخليوه واحد 4 ديال السوايع حتى كيشدوا الطبقات كاملين براسهم مزيان، عاد كنقدمه. كي كتصب هاد المعاق من بعد ما وجدات فهي كتجي بهذا الشكل هذا. من بعد ما خرجناها من الثلاجه حيدناها من المول، خديت زوقتها هنايا بهاد الحلوه هذه اللي في الجوانب فيها اللون الزرق والبيض باش تعطيها نهرس شويه داك اللون الزرق وتولي زوينه اكثر. كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم، ولا بغيتوا تشوفوا جديد ديال تابوناو. خلاص نشوفكم في حلقات اخرى مع وصفات جديده. الى اللقاء.